بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا أبنائي الطلاب إلى تكملة مسيرة المائة فقرة مع الفقرة 62 بعنوان زيد ابن حارثة. وقع أسيرا وهو في الثامنة من عمره، واشتراه خزام ابن خويلد وأعطاه هدية لعمه. الإعراب ده أنا بعتبره إعراب نادر ومهم، ومن الممكن جدا أن يوقع يعني 99% من الطلاب اللي هيعربوه، لأن طلاب كتيرة جدا هتعرب كلمة هدية بالنظر لكلمة أعطاه اللي قبلها. طلاب الشطار هيقولوا أعطاه فعل ينصب مفعولين، والهاء مفعول به أول، وهدية مفعول به تاني. طبعا ده إعراب معتمد على الشكل مش على المعنى. بيني وبينكم أي حد هيتسرع هيعربها كده، وغلط إن احنا نعرب كلمة هدية مفعول به تاني، لأن المعنى مش كده. المعنى بقى الناس اللي هم بيدوروا على المعنى، هو إيه اللي حصل؟ إن زيد وقع أسير وفي حد اشتراه اسمه خزام بن خويلد فأعطاه هدية لعمته. لو قلنا أعطاه هدية وسكتنا معنى كده إن خزام راح اشترى هدية واداها لزيد ابن حارث. ده غلط، مش ده المعنى. ده المعنى إن خزام أعطاه من أجل الهدية أو من أجل أن يهدي عمته عبدا، يعني مفعول لأجله منصوب بالفتحة. شباب، مفعول لأجله منصوب بالفتحة، ده المعنى اللي بيقول كده. يعني أعطاه إيه سبب العطاء؟ كلمة هدية هنا جاءت لتبيين سبب الإعطاء، لماذا أعطاه إلى عمته هدية. ولما بنجاوب بلماذا بتبقى إيه شباب؟ مفعول لأجله. طب ليه ما قلتش حال يا أستاذ؟ يعني كيف أعطاه أو الهيئة اللي أعطاها ممكن تمشي إنها تمشي حال، بس أنا عندي مشكلة هنا أن كلمة هدية مش مشتقة، والحال يأتي مشتق. يعني جاء زيد ضاحكا نام علي مثلا مهموما والعياذ بالله، يبقى كلمة ضاحكا ومهموما اسم فاعل اسم مفعول، فالحال من صفاته الأساسية مشتق. إنما المفعول لأجله، مفعول لأجله مصدر يبين سبب هيئة الفعل، سبب حدوث الفعل، مصدر يبين سبب حدوث الفعل. طب كلمة هدية مصدر وسبب للعطاء، لماذا أعطاه هدية؟ يبقى كده انطبق عليها المفعول لأجله. فانتبهوا يا شباب، مش مفعول به تاني، وأرجو إن احنا نراعي المعنى. وكتير جدا بقول لطلابي الإعراب فرع عن المعنى. أخيرا عشان نبقى ما اتكلمناش كتير والإعراب ته مننا، كلمة هدية ليست مفعول به تاني، بل مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه يبين سبب العطاء. ولو اعتبرتها مفعول به تاني هتبقى غلط، لأن المعنى كده اتغير خالص، كأن خزام راح اشترى هدية واداها لزيد، والمعنى ده مش موجود أصلا في السطور اللي قدامي خالص. التي وهبته، طبعا خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أول زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، التي وهبته لزوجها محمد صلى الله عليه وسلم. علم أبوه وعمه بمكانه، يعني بعد ما اتخطف عرفوا مكانه. وذهب، سهلة جدا بقى الإعراب ده، من الأعاريب اللي عايزك تعربها كده وانت مطمئن لها بالا وقلبا، يعني انه فعل ماضي. وأي فعل ماضي عندنا في لغتنا العربية يعرف فعل ماضي مبني، أي فعل ماضي مبني، مفيش إعراب غير كده. مبني على إيه يا أستاذ؟ على ما ينطق به. لو ركزت شوية هتخفف عنك الحفظ كتير. ذهب، الباء مفتوحة يبقى مبني على الفتح. لو قلت ذهبوا، الباء مضمومة يبقى مبني على الضم. لو قلت ذهبتوا، الباء لو تلاحظ وقفت عليها ما اديتهاش أي حركة، ده بنسميه عندنا بقى السكون، يبقى مبني على السكون. لكن هنا في حالتنا قدامنا ذهبا، هنقول مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. طب والالف اللي في ذهب دي من ضمائر الرفع، واحنا كمان شويه هنتكلم عن محل الضمائر في صوره الخريطه الذهنيه اللي بنشرح بها ان شاء الرحمن الرحيم لما يجي بس السؤال في الصفحه الثانيه ان شاء الله. وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان ان يفدياه، يعني يدفعوا الفديه عشان ياخدوا ابنهم ويمشوا. فكلمه يفدياه خلي بالك ده فعل مضارع، وقبله ان، طالما فعل مضارع قبله أن يبقى منصوب. طب خلاص انت كده مشيت نص الطريق، قلت فعل مضارع منصوب، طب ماله بقى منصوب بإيه؟ خلي بالك الفعل ده لأكثر من واحد، يعني الفعل ده بيعبر عن اتنين. يعني لو جيت تصرفه مع أحد الضمائر هتلاقيه
هما يفدياه. ما هي الأفعال الخمسة هي اللي بتتصرف مع أحد الضمائر الخمسة. أنت أنتما أنتم هما هم. أنت أنت مثلا تقرأين، أنتما تقرأان، أنتم تقرؤون، شفت؟ هم يقرؤون. إذن أي حاجة تتصرف مع أحد الضمائر الخمسة، أنت أنتما أنتم هما هم، يبقى اسمه فعل من الأفعال الخمسة. ينصب بحذف النون، تذكروا يا شباب، ينصب بحذف النون، يعني يفديها هنا أو الفعل مضارع منصوب بحذف النون. أمال الألف دي إيه هنا؟ فاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل، زي ما كانت في الفعل الماضي هنا ذهب ضمير مبني في محل رفع فاعل، الألف أيضا في يفدياه فاعل. أمال الهاء دي إيه؟ مفعول به. يا يعني الهاء دي أقول ضمير مبني في محل نصب مفعول به، يعني كلمة يفدياه كلمة إيه بقى؟ ده جملة من يفدي والألف والهاء، يعني جملة مكونة. الكلمة اللي قدامنا اللي احنا شايفينها كلمة ديت، دي جملة مكونة من فعل اللي هو اليفدي والألف الفاعل والهاء. ده هتصدق جملة؟ وعرفت انه كمان فعل منصوب بإيه يا شباب؟ بحذف النون. فانتبهوا شباب، صحيح مصدر مؤول أن يفديه، لكن هو ما طلبش مني إعراب المصدر المؤول، لأن احنا عارفين إن أن زائد أي فعل بعدها بيتسمى مصدر مؤول. ولو عايز إعراب هذا المصدر المؤول هنحول الكلمة واحدة، يطلبان فداءه، يبقى فداء هنا هنقول ايه؟ مفعول به، يبقى اقول المصدر المؤول ده في محل نصب مفعول به، ده اذا كان طلب، لكن هو طبعا مش طالب هنا، هو طالب الفعل بس نعرفه. فطابت نفس ابيه، طابت نفس ابيه، ما تعرفهاش توكيد معنى، ما ينفعش. ليه يا استاذ؟ لان ما فيهاش ضمير. نفس وعين وكل وكلا وكلت عشان تعرب توكيد معنوي لازم لها شرطين، لازم شرطين يتحققوا فيها، ان يكون فيها ضمير ويجوز حذفها. هنا ما فيهاش ضمير، خلاص طالما ما فيهاش ضمير انسى تماما انها تبقى توكيد معنوي. طب ما نعربها ازاي؟ حسب موقعه في الجمله. مين اللي طابت؟ نفس، يبقى النفس دي فاعل. بس طب مش التاء دي تاء الفاعل؟ لا، التاء دي تاء التانيس، لانك لو جيت تنطقها هتلاقي طابت، طابت يعني تاء ساكنه، والتاء الساكنه ابدا لا تكون فاعل. التاء الفاعل يا اما مضمومه يا اما مفتوحه يا اما مكسوره، يعني اقول ضربت، ضربت، ضربتي، كده اه كده فاعل، لكن ضربت لا، كده تاء تأنيث. فانتبهوا يا شباب، يبقى نفس هنا هتبقى فاعل مرفوع علامه رفعه الضم. بعد ما اعربنا ما تحته خط، اول حاجه بيقول لي مصدر مؤول وبين موقعه الاعراب. الحمد لله، واحنا حتى كمان بنتكلم قلنا ان يفديه، يبقى ده في محل نصب يا شباب، في محل نصب مفعول به. طب استنى، ما في حاجه تانية. فعرض عليهما الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخيره في البقاء. طب نشوف الجمله من الاول كده، عرض عليهما الرسول تخييره في البقاء، ما انا بحول الكلمه واحده، ان يخيره يبقى تخييره. طب كلمه تخييره هنا مين اللي عرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب عرض ايه؟ عرض التخيير، يبقى صح مفعول به. يبقى انا اقول المصدر المؤول هنا في محل نصب مفعول به. يبقى ده يا جماعه ده المصدرين المؤولين اللي ممكن تطلعهم في هذه القطعه. يبقى ده كتبنا المصدر المؤول، وعرفنا ايه كمان؟ عرفنا موقعه الاعرابي. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بيقول استخرج من القطعه بقى ضميرا في محل نصب واخر في محل جر. انا عارف ان السؤال ده ياما جاوبت في الفقرات السابقه، لكن حبيت النهارده اعمل لكم خريطه ذهنيه علشان الضمائر تبقى قدامنا في صوره كده مرئيه، قدامنا كده زي ما هو قدامك. دي بقى محل الضمائر اللي هي، بص محلها ايه؟ الرفع، النصب، الجر. الخريطه الذهنيه دي ان شاء الله باذن الله يعني تنطبع في ذهنك كده وترتب لك معلوماتك. دايما انا بحب ان المعلومات تبقى مرتبه في المخ عشان يسهل تذكرها. بص يا سيدي، لما اقول لك ضمير في محل رفع قدامك اهي، تاء الفاعل، ياء المخاطبه، الف الاثنين، هو الجماعة، نون الفاعلين، نون النسوة، الضمائر المنفصلة، وبقول غالبا للدقة العلمية. يعني ايه تاء الفاعل؟ كتبت، كتبت، كتبتي. لسه من شوية قلت لك لازم تكون متحركة، يا اما بالضم يا اما بالفتح يا اما بالكسر. ياء المخاطبة اللي بتتصل بالمضارع يا شباب، يعني لما اقول انت تخرجين، انت تضربين، ما اقول انت تقرئين. لما تيجي تعرب انت تخرجين هتقول انت ضمير مبني في محل رفع مبتدا، طب تخرجين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لانه من الاسماء الخمسه، من الافعال الخمسه عفوا، لانه من الافعال الخمسه، اتصرف مع انت اهو.
طب والياء في تخرجين فاعل. شباب بالله عليكم، يعني دايما اقول كده، اللي ما بيكتبش ورا الاستاذ زي اللي بيسمع من ورا الازاز، اللي ما بيكتبش ورا الاستاذ زي اللي بيسمع من ورا الازاز، اللي بيسمع من ورا الازاز مش مركز في حاجه ولا سامع حاجه. فلو سمحتوا انتبهوا، لان حته ياء المخاطبه دي انا بخاف منها قوي، لان انتوا مش متعودين عليها، انتوا متعودين على تاء الفاعل، متعودين على الف الاثنين، لكن ياء المخاطبه دي بتوه كده مع طلبه كتير. بقول تاني، ياء المخاطبه عندما تتصل بالفعل المضارع، هي بتيجي مع الفعل المضارع او فعل امر، اخرجي تبقى فاعل على طول، اخرجي دي فاعل، يعني اخرجي دي فعل امر والياء دي فاعل، وتخرجين فعل مضارع والياء اللي فيها دي فاعل، ولو بنيت للمجهول قلت تضربين تشاهدين هنا تبقى نائب فاعل. فالياء المخاطبة من ضمن ضمائر الرفع. طبعا ما تقوليش بقى كتابي ياء مخاطبة، لا يا جماعة خالص، دي ياء تكلم، كتابي دي ياء تكلم. انا بس بقولك ان في ياء تانية اسمها ياء تكلم وفي ياء اسمها ياء مخاطبة، فاحنا بنتكلم على اللي ينفع اوجه بها خطاب للبنت، البنت المفردة كمان. طيب، الف الاثنين زي يصدقان او صدقة، يعني سواء في الماضي او الايه شباب او المضارع او صادقة، يصدقان او صادقة الاثنين صح، الف الاثنين او صدقة اللي انا قلتها. ها، خرجوا يخرجون. طيب كلمة نال فاعلين، نال فاعلين خلي بالك عشان في اختها بس مفعولين، بالمعنى بتبان وبيبقى قبلها ساكن، يعني ضربنا محمدا، يعني احنا ضربنا محمد، لذلك محمد هنا مفعول به، احنا اللي ضربنا محمد، يبقى محمد الضرب، والباء ساكنة اللي قبل النا، زي ما اقول مثلا بنينا المنزل، شرحنا الدرس، هذه النا هي اللي فعلت الفعل، يبقى تبقى فاعل. لو قلت ضربنا تبقى نائب فاعل، ضربنا اخرجنا تبقى نائب فاعل، فانتبه للكلام ده. فكل بص، طالما فاعل او نائب فاعل يبقى رفع، ما هو بقول لك ضمائر رفع. طب مين النسوة بتاع جمع الإناث؟ يعني مول احتجبنا، يحتجبنا، يجذبنا، يقلنا، وهكذا، دي اسمها نون النسوة، ودايما بتعرب فاعل، إذا بني الفعل المجهول تعرف نائب فاعل، يضربنا، يبقى النون دي نائب، نون إيه يا جماعة؟ نون النسوة، يبقى دي نون الجماعة بتاعت النساء، وبتعرب دائما فاعل، وفي حالة المبني المجهول بتعرب إيه شباب؟ نائب فاعل. نيجي للضمائر المنفصلة، الضمائر المنفصلة اللي هي أنا ونحن وأنت وهو، اللي هي ضمائر ومضاعفاتهم طبعا، يعني والمثنى والجمع بتاع الكلام ده، يعني أنا ونحن وأنت وأنتما وأنتم وأنتما وأنتن وهو وهما وهن، المضاعفات بتاعت الضمائر المنفصلة دي بقول غالبا بتعرب في محل رفع مبتدأ، لان احيانا بتعرب توكيد لفظي، واحيانا بتعرب لا محل اعراب ضمير الشان، يعني موضوع طويل، لكن انا بقول يعني نسبه غالبه جدا ان الضمائر المنفصله بتعرب مبتدا وبيجي بعدها الايه الخبر بتاعها، اسمها ضمائر الرفع يا شباب. لما يجي يقول لي بعد كده طلع ضمائر الرفع، اطلع واحد من دول. طب نروح لضمائر النصب، ضمير اتصل بان واخواتها، اي ضمير اتصل بان واخواتها طبعا هيبقى اسمها، انه، انك، انهم، اني، إنه دي عبارة عن إن والهاء، إنك إن والكاف، إنهم إن وهم، وإني إن والياء المتكلم، يعني الياء دي أنا كل دي ضمائر نصب في محل نصب اسم إن، وإن على فكرة هي مش مكتوبة هنا بس برضو نخلي بالنا، إن يعني ألف نون ألف، إنا أنزلناه في ليلة القدر، نعرف إزاي إن، إن حرف نصب والنا المدغمة في إن في محل نصب اسم إن. وانا بلاحظ يا جماعه ناس كتير قوي على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى حتى السبوره على الكتاب على اي حاجه بلاقيهم كاتبين ان لله وانا اليه راجعون، كاتبينها غلط، كاتبين ان الف نون بس يا جماعه، غلط غلط، ان، اننا يعني ان دي مدغمه يعني، فلما نيجي نكتب ان لله وانا اليه راجعون لو سمحت نكتب الف مكسوره ونا والف لانها هي اننا لله واننا اليه ايه راجعون. يبقى دي ضمائر النصب، اول حاله من ضمائر النصب. كاف الخطاب لما تتصل بالفعل، ضربك، ضربكما، ضربكم، دي دائما تعرف في محل نصب مفعول به. طب ياء التكلم اللي هي جاءني، اعجبني، وجت امتحان ثانوي عامه، يعجبني، قال له الياء هنا محلها ايه؟ طبعا ناس كتير هتحس انها فاعل، يعجبني يا استاذ انا، هو انا اللي بيعجبني، لا ده الشيء اللي جاي هو اللي اثر فيك، يعني لما اقول يعجبني خلقك، يعجبني ذكاؤك، مين اللي بيعجبني؟ انا كشخص دلوقتي وقع علي الاعجاب ولا فعلت الاعجاب؟ انا وقع علي الاعجاب. طب مين اللي عمل الاعجاب؟ ذكاءك انت، ذكاءك ده هو اللي عمل فيا الاعجاب،
وبالتالي ذكاء تبقى فاعل وأنا أبقى مفعول. فالياء يا جماعة دائما تأتي في محل نصب إذا اتصل بفعل طبعا، يبقى ياء التكلم يبقى كاف الخطاب وياء التكلم في محل نصب مفعول به. كذلك الهاء، الهاء سأله سألها سألهما سألهن، كل ده في محل نصب مفعول به. ونال مفعولين، بص بقى، ضربنا محمد، المرة دي محمد عليها ضمتين، شوف عليها ضمتين، محمد يعني محمد اللي ضربنا، احنا اتضربنا وقع علينا الضرب، وشفت الباء بتاع ضربنا اتفتحت فقلت ضربنا، لكن هنا قلنا ايه لو تلاحظ لو تفتكر ضربنا محمدا. اذا نال فاعلين هي ضمير يدل على من قام بالفعل وقبله ساكن، الفعل معاها بيبقى مبني على السكون، لكن نال مفعولين الفعل معاها بيبنى على الفتح واللي بقى طبعا اللي جاي ايه فعل بعدها يعني. طب الجر بقى، نشوف ضمائر الجر، اي ضمير اتصل بالاسم، يعني كتابك احترامها عقيدتي، طالما اسم واتصل به ضمير ففي محل جر مضاف اليه، ودي من الثوابت اللي عالجناها كتير. طب كل ضمير بيتصل بحرف الجر، يعني لك منك فيه له الاخ بقى، يعني له دي يا استاذ، يعني له دي عباره عن اللام حرف جر ولا؟ ايوه، يعني ساعات لو جبت لها ممكن لو حطيت لها قطعه تحت لها دي تتخض ولا حاجه، وهي جر ومجرور عادي جدا، بقول اللام حرف جر بس الضمائر ما بيقولش مجروره بقى، نقول مبني في محل جر وما اقولش منصوبه، اقول مبني في محل نصب وما اقولش مرفوعه، اقول مبني في محل رفع، لان الضمائر من الاسماء المبنيه، واي اسم مبني لابد ان نبداه بالدباجه في الاعراب دي. يعني ايه الدباجه؟ نبدا كلمه كده مبني في محل اشوف بقى، لكن لو كلمه عاديه زي محمد وعلي بقول فعل مرفوع بالضمه على طول، انما عشان الضمائر مبنيه فلازم دايما ابدا بالجمله دي واقول ايه ضمير مبني في محل، واشوف ايه بقى اذا اتصل باسم يبقى في محل جر مضاف اليه، اذا اتصل بالفعل وكان من ضمائر النصب او من ان واخواتها اقول ضمير مبني في محل نصب اسم ان او في محل نصب مفعول به، واذا اتصل هذه الضمائر الرفع قدامك اهي اذا اتصلت بالفعل يبقى ضمير مبني في محل رفع يا شباب فعل. شوف شكلها حلو ازاي، يا ريت بقى ايه تكون يعني فتحت نفسك كده وترتبت في مخك علشان بعد كده ما تغلطش فيها. تعالى بقى نرجع بقى للايه للسؤال، بيقول لك عايز ضمير في محل نصب واحد في محل جر. تعالى يا عم نشوف كده ايه الضمائر، يعني هنتبع الخريطه اللي احنا خدناها من شويه. بص يا سيدي، صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اهو تعالى نشوف بقى الضمير اللي في محل نصب، وقع اسيرا وهو، لا ما تنفعش، احنا كنا بنقول الضمائر المنفصله غالبا في محل رفع، وهو في الثامنه من عمره. اهو انا لقيت اللي في محل جر، انا ساعات بدور على محل نصب بس لقيت الاول ان ضمير اتصل بالاسم، الهاء في عمره في محل جر، اشتراه، الهاء في اشتراه في محل نصب، ايوه لانه مفعول به، اعطاه، الهاء في اعطاه في محل نصب. انا هقول كله علشان الناس يعني كل واحد يتاكد من اللي طلعه اذا كنت حليت قبل كده، واذا ما كنتش حليت ادينا بناكد عليكم بندربك على الخريطه الذهنيه اللي احنا خدناها من شويه. عمتي هي مضاف اليه طبعا، لان هنا اتصلت بايه باسم، وهبته طبعا هنا مفعول به لان الهاء اتصلت بفعل، زوجها في محل جر لانه اتصل باسم، ابوه في محل جر، عمه محل جر، مكانه في محل جر، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان، الالف في محل رفع ماليش دعوه بيها، انا عايز واحد في محل نصب وفي محل جر. طب يفديه، الهاء في يفديه في محل نصب صح، عليهما في محل جر لان اتصلت بعلى، ما عليهما دي عباره عن على وهما، الرسول صلى الله عليه وسلم، ان يخيره، الهاء في يخيره دي مفعول به، معه لا ده في محل جر لان اللي بعد مع بيعرب مضاف ايه يا شباب مضاف اليه لان مع ظرف، او الذهاب معهما في محل جر، شكره في محل نصب مفعول به، خيره في محل نصب مفعول به، في غير ابطاء بل اقيم معك، الكاف دي في محل جر مضاف اليه، ابيه في محل جر مضاف اليه، يلقاه، الهاء في محل نصب مفعول به، ابنه في محل جر مضاف اليه، ابيه وعمه مضاف اليه، قومهما مضاف اليه، مطمئني، اوعى تقع، دي مش ياء تكلم ولا ياء خطاب ولا لها دعوه بالضمائر يا جماعه، دي علامه الاعراب، يعني ده مطمئني دي مش ضمير اصلا، دي علامه اعراب بتاعت جمع المذكر السالم. لما تقول لي ضمير تكلم، هو حد هنا بيتكلم؟ ده مطمئني، ده هم مطمئني النفس، يعني ما فيش هنا تكلم ولا خطاب، فازاي هتقول ضمير تكلم ومفيش تكلم اصلا؟ يبقى الياء دي علامه اعراب فانتبه. مرتاحي نفس الحكايه، نفس الحكايه يا جماعه، دي علامه اعراب، دي بتاعت جمع المذكر السالم،
لو بدليل ان انا لو قلت هم مطمئنوا النفس مرتاحوا البال هتتغير للواو. فكويس ان هي قابلتنا علشان ما نخلطش ما بين ما هو ضمير وما هو ليس بقى شباب ليس بضمير. تعالوا بقى للسؤال التاني اللي برضو بخاف منه في الامتحانات اللي هو الاسماء الخمسة. برضو قبل ما نطلعه تعالوا نراجع ايه حكاية الاسماء الخمسة دي. صلى الله النبي بقى كده عشان معانا ايه حتة برضو الفية كده ألفتها لكم على الاسماء الخمسة بعد ما نفهمها عشان نحفظها منها. توكلنا على الله. ايه الاسماء الخمسة دي اللي قدامك دول؟ انت اكيد عندك فكرة بس هنقرب لك الموضوع اكتر. ذو فو اخو ابو حمو. دي اسمها الاسماء الخمسة. ذو بمعنى صاحب، فو اللي هي الفم، اخو معروف وابو معروف وحمو هو ابو الزوجة. طب ماشي، ذو بقى بمعنى صاحب زي ايه؟ ذو المال سعيد، يعني صاحب المال سعيد. في النصب بتبقى ذا، وفي الجر بتبقى ذي، وفي الرفع بتبقى ذو. صلاته على النبي. يعني عشان لما اجي اقول لك طلع من الاسماء الخمسة انت حافظهم بالواو. ايوه بس خلي بالك لما اقول لك طلع من الاسماء الخمسة ممكن لو جت في النصب بتبقى ذا، يعني ان ذا المال سعيد، يعني ان صاحب المال سعيد. او ممكن تبقى ذي بمعنى صاحب برضه، مررت بذي مال، يعني مررت بصاحب مال. بس خلي بالك ليست مثل ان ذا الحائط ازرق. ليه يا استاذ؟ عشان ان ذا هنا مش ان صاحب الحائط ازرق، انا قصدي ان هذا الحائط ازرق. يبقى ذا دي مش اسماء خمسه، ده اسم اشاره. ولا مثل زو ولا ذوي. ليه؟ لانها جمع. احنا عايزين ذو المفردة اللي بتيجي بمعنى صاحب. طب فو لابد ان تكون بالواو لان في فم، ماليش دعوه بفم، فم مش من الاسماء الخمسة، فو هي اللي من الاسماء الخمسة. في النصب بتبقى فاكة، وفي الجر بتبقى فيكة. طبعا المعنى هنا هو اللي بيبينها عن الجر ومجرور. اقول فيك خير مثلا، لا دي حاجة تانية اللي هي فيه حرف جر والكاف. لكن لما اقول مثلا ايه، احرص على الكلام الذي يخرج من فيك، يعني يخرج من فمك يعني. ففيك لو جت بمعنى فمك بحسب المعنى تبقى ديت من الاسماء الخمسة. وفي الرفع فوك، يعني لما اقول اغلق فاك، احرص على الكلام الذي يخرج من فيك، لا فض فوك، يعني انت بتقول حكم يعني. يبقى ليست مثل فم، ملناش دعوة بيها. لما اقول لك طلع من الاسماء الخمسة ما تطلع ليش فم، انا عايزها بالواو او بالالف او بالياء. ولا افواه لانها جمع. اسماء الخمسة جماعة لازم تبقى في حالة مفرد زي ما هنعرف الشرط من من كمان شوي. طب اخو، في النصب اخاك، في الجر اخيك، في الرفع اخوك. جاء اخوك، رأيت اخاك، مررت باخيك، كده من الاسماء الخمسة. ليست مثل اخي، لان هنعرف كمان شوية ان المضاف لياء المتكلم مش من الاسماء الخمسة. او اخ، لانها لم تضف، خالية من الاضافة. وليست مثل اخوة لانها جمع. يعني لما اقول لك طلع اسم من الاسماء الخمسة لو لقيت اخي ما تطلعهاش لانها مضافة لياء المتكلم. لو لقيتها اخ كده ما تطلعهاش من الاسماء الخمسة لانها ايه هنا مش مضافة لحاجة. لو لقيت اخوة جمع ما تطلعهاش برضو. طيب ابو معروفة، في الرفع ابوه، في النصب أباه، وفي الجر أبيك. يعني جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك، يبقى كده من الأسماء الخمسة. ما ينفعش أبي زي ما ينفعش أخي، لأن احنا قلنا الإضافة لياء المتكلم مش من الأسماء الخمسة. يبقى أبي دي مش من الأسماء الخمسة، ما تطلعهاش، دي حاجة عادية، اسم عادي. طب كلمة أب برضو ما تطلعهاش لأن ما جاش وراها مضاف إليه. كل دي احتراسات وانت بتطلع، تحترس وانت بتطلع أسماء الخمسة. طيب حمو اللي هو ابو الزوجه، في الرفع حموك، في النصب حماك. حماك اللي هو ابو زوجه، ابو الزوجه مش فعل بمعنى حماك يحميك، لا بقول حماك، يعني بقول مثلا ايه، رايت حماك بالامس، يعني انا شفت ابو زوجتك بالامس، يبقى هو ده فعلا الاسماء الخمسه، يبقى لازم المعنى يا شباب. جاء حموك، والثانيه ها مررت بحميك، كلها طالما دلت على ابو الزوجه او الزوجه في الحاله دي تبقى من الاسماء الخمسه. طب تنفع حموات؟ لا ما تنفعش حموات. طب تنفع حماه؟ لا طبعا حماه ده جمع حامي، ملناش دعوه بالمعنى اصلا خالص. وحموات ما تنفعش لانها جمع. اذا يا شباب دي يعني كده الاسماء الخمسه وانا بطلعها خلي بالي من الكلام ده. طب لو صدق على الشروط وبقى فعلا خدت بقى التاشيره وبقت من الاسماء الخمسه، علامه اعرابها بترفع بالواو، تنصب بالالف، تجرب الياء، اهو دي سيدي المكافاه اللي هتاخدها. دي بقى العلامة المميزة لها، انها
ترفع بالواو يعني يقول جاء أخوك عشان فاعل، جاء أبوك عشان فاعل، حموك رجل طيب عشان مبتدأ مرفوع بالواو. لكن لو جت منصوبة يا شباب أولاد، الحاجة الوحيدة اللي بتتنصب بالألف في اللغة العربية هي الأسماء الخمسة. الحاجة الوحيدة اللي بتتنصب بالألف، مفيش حاجة بتتنصب بالألف خالص في اللغة العربية غير الأسماء الخمسة. يقول رأيت أباك. لكن لو جرت تجرب الياء، الجرب الياء، لا في حاجات بتتجرب الياء زي المثنى وجمع المذكر السالم، وفي حاجات بتترفع بالواو زي جمع المذكر السالم، لكن الحاجة الوحيدة اللي بتتنصب بالألف هي زي ما قلنا الأسماء الخمسة. طب قول مررت بإيه؟ ها بأخيك. تمام تمام. طب نستنتج شروطها من اللي قلنا ده كله بقى. مفردة ليس منها أفواه ولا آباء ولا زو. زو دي على فكرة ملحق بجمع المذكر السالم، عادي تنصب وتجرب الياء، ما تاخدش الألف خالص، ترفع بالواو وتنصب وتجرب الياء. مضافة لازم يجي وراها مضاف إليه، يعني ما تكونش زي أخ وأب. لغير ياء المتكلم، يعني ما تكونش مضافة لياء المتكلم، لو أضفت ياء المتكلم ما تنفعش، زي أخي وأبي زي ما قلنا. أنا بعيد تاني بس بطريقة مرتبة أكتر. ذو بمعنى صاحب، ما ينفعش إذا الحائط بقى، وما ينفعش عشان دي اسم إشارة، لو دلت على اسم إشارة ما ينفعش. المعنى يا شباب، المعنى لازم تفهموه. ها فو بالواو وليس بالميم، قلنا ما تنفعش صح؟ فمك وغيره ده ما تنفعش. طب مكبرة غير مصغرة، يعني زي أبي وأخي وأخيك. التصغير دي ظاهرة في اللغة العربية، بحط لها يعني ضم الأول مع إضافة ياء ساكنة، يعني منزل منيزل، شجرة شجيرة، بصغرة يعني حاجة صغيرة، رجل رجيل يعني رجل صغير يعني أو قصير يعني، فأقول عليه رجيل. كلمة أخيك يعني أخوك الصغير، فلو كانت مصغرة يبقى يا شباب ما تنفعش. تعالوا بقى نصلي على النبي كده بقى ونشوف الألفية قالت ايه عشان لو عايز تغنيها او عايز تحفظها. بص يا سيدي، صلي على النبي، نلخص الكلام اللي قلناه ده كله في سورة هذه الأبيات الجميلة. عايز تحفظها احفظها، عايز تقراها كتير اقراها، عايز تكتفي بالخريطة الذهنية انت كما يحلو لك. تعال بس اسمع الألفية بتقول ايه. ذو بمعنى صاحب اخو ابو حمو، وفو بالواو فلا يصح منها فمو. تاني، ذو بمعنى صاحب أخو أبو حمو، وفو بالواو فلا يصح منها فمو. مفردة مضافة لغير ياء، مكبرة كأخوك ذو حياء. شوف كل دي شروطها، إن ذو تكون بمعنى صاحب وأخو أبو حمو، وفو بالواو فلا يصح منها فمو، صح؟ مفردة مضافة، لازم تكون مفردة ومضافة لغير ياء، اللي هي ياء التكلم يعني. ها مكبرة يعني ما تكونش إيه، مصغرة كأخوك ذو حياء. يبقى أول بتين دول بيتكلموا عن شروط الأسماء الخمسة. اسمع بقى علامات الاعراب. فارفع بواو وجر بياء وانصب بالف. فارفع بواو وجر بياء وانصب بالف. ككان اخو ابيك ذا مال وشرف. اسمع، ككان اخو ابيك ذا مال وشرف. هنا في ثلاث اسماء خمسه قدامك اهو، رفعت اخو بالواو لانها اسم كان، وجريت ابيك بالياء لانها مضاف اليه، ونصبت ذا بالالف لانها خبر كان. يبقى نقرا البدة تاني. فارفع بواو وجر بياء وانصب بالالف. ككان اخو ابيك ذا مال وشرف. فان كانت على غير ما وصف، يعني فقدت شرط يعني، بضم وفتح وكسر اذا لم تضف. يعني ايه؟ يعني ارفعها بالضمه. لي اخ كريم، زرت اخا لي، مررت باخ لي. يبقى دي عملت فيها ايه؟ لما تفقد الشروط تعرب اعراب المفرد بضم وفتح وكسر اذا لم ياتي بعدها مضاف اليه. تمام كده؟ يعني خلت من الاضافه يعني. وان اضفت لياء، لو اضفتها لياء المتكلم فيها قدر. يعني لو قلت اخي، جاء اخي، يبقى فاعل مرفوع بالضمه المقدره. لما تضيف للياء هتعربها برضو بالعلامات العاديه. ما احنا لما احنا هنا تلاحظ الخريطه الذهنيه عملت لك، لما تكون اسماء خمسه نعمل ايه؟ نرفعها بالواو ونصبها بالالف ونجرها بالياء. الالفيه هنا بتكمل لك بقى، بتقول لك طب لو فقدت الشروط نعمل فيها ايه؟ نرفعها بالضمه عادي، وننصبها بالفتحه، ونجرها بالكسره، ونخلي بالنا لو كانت مضافه لياء نقول مقدره. يعني انا ما ضفتش كتير، ده بقول ضمه وفتحه وكسره، بس لو اضفت لياء تقول مقدره. طب والجمع والمثنى؟ مش هتبقى طبعا الاسماء الخمسه، يعني اخوان مش هتبقى اسماء خمسه. إيه؟ طب وذو مش هتبقى اسماء خمسة. بس بقول لك ايه، له ما قرر. يعني ايه له ما قرر؟ يعني يرفع بقى حسب علاماته المقررة في المثنى وجمع المذكر وغير ذلك. بس بقول ايه، فان كانت على غير ما وصف بضم وفتح وكسر اذا لم تضف، وان اضفت لها، وان اضفت ليا فيها قدر، والجمع والمثنى له ما قرر.
تمام يا شباب؟ ذو بمعنى صاحب أخو أبو حمو، وفو بالواو فلا يصح منها فمو، مفردة مضافة لغير ياء، مكبرة كأخوك ذو حياء، فارفع بواو وجر بياء وانصب بألف، ككان أخو أبيك ذا مال وشرف، فإن كانت على غير ما وصف بضم وفتح وكسر إذا لم تضف، وإن أضفت لياء فيها قدر، والجمع والمثنى له ما قرر. تمام يا شباب؟ أرجو أن تكون الألفية دي تكون عجبتكم، الخريطة الذهنية تكون فهمتكم. تعالوا نرجع بقى للأسئلة ونستخرج الأسماء أو الاسم من الأسماء الخمسة ونعربه ونديله علامته المناسبة مع مراعاة الشروط. مش احنا شباب قلنا ان لازم يبقى في شروط معينة عشان اقدر اعربه من الاسماء الخمسة؟ تعالوا نشوف بقى في القطعة مين اللي الكلمة اللي تنطبق عليها هذه الشروط. وقع وقع اسيرا وهو في الثامنة، اشتراه خزام، اعطاه هدية التي وهبته لزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، هو علم ابوه. طب انا كنا ممكن نطلعها وخلاص. لا احنا انا طبعا انت عارف انا كان ممكن اطلع لك في لحظه، لكن انا حبيت ان انا يعني افكرك بهذه الاسماء لانها مهمه جدا في الاعراب ولها شروط وغيره. ابوه انطبق عليها الشروط؟ اه طبعا، مفرده مضافه هي لغير المتكلم، خلاص يبقى دي شروط ابوه، لكن التانيين بتوع شروط زو وفو هي ملهاش دعوه بيهم، يبقى تحقق فيها الشروط انها مكبره وانها مضافه ومضافه لغير ياء الايه شباب المتكلم، يبقى فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو، لانه من الاسماء الايه شباب من الاسماء الخمسه. طب هنا لما قال نفس ابيه او لابيه، شفت هنا بقى هنا واضح ان ابيه هنا يذهب لابيه جر ومجرور والجرد بالياء، لان اسماء خمسه برضه مفرده ها مضافه لغير ياء المتكلم مكبره مش مصغره، ما قلتش ابي، هي برضه نفس ابيه مضاف اليه هنا مجرور بالياء. فاذا يا شباب انت لك الاختيار انك تطلع ابوه المرفوعه بالواو او تطلع المجروره بالياء شباب بالياء. صليت على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. مصدر لفعل رباعي واخر لفعل خماسي، تعال نطلع المصدر الرباعي والخماسي. وقع اسير مصدر افتكر اللي هو ينفع مفعول مطلق، اعطى تنفع؟ لا لا ده فعل يا راجل. لعمته وهبته عمه مكانه، ذهب ها يفدياه، عرض، كل ده ما فيش مصدر. ان يخيره ده مصدر مؤول مش دعوه بيه. طب البقاء؟ لا ده بقي بقاء يبقى ثلاثي ما لناش دعوه بيه. طب الذهاب؟ ذهب ذهابا، لا ما لناش دعوه بيه ده ثلاثي برضه. شكراه، خيره، رد زيد، ابطاء، انتبه ابطاء شكل انتاج صح، ابطأ ابطاء، يبقى ده فعلا مصدر رباعي يا شباب. طب تردد؟ تردد زي تقدم، يبقى تقدم خماسي، تردد من تردد، لو عديت تردد ورعيت تشديد الدال هتلاقيها خمسة، يبقى تردد خماسي. طب نشوف حاجة تانية، يلقاه معاملة، اه تنفع معاملة بس معاملة تبع مين؟ تحسين انتاج واجادته، بمقاومة، فاكر مقاومة من ضمن الرباعي. طب ما هي معاملة، معاملة شكل مقاومة يبقى رباعي، لان الفعل من معاملة ايه؟ عاملة لابنه، فطابت نفس وعادة مطمئني، طبعا مش دعوة ده اسم فاعل خالص مش دعوة خالص، مرتاح البال. يبقى احنا كده طلعنا ابطاء وطلعنا تردد وطلعنا معاملة كمان مصدر لرباعي، انما تردد هو المصدر الوحيد الخماسي اللي قدرنا نطلعه. الأب والعم عادا إلى قومهما مطمئن النفس، بيقولوا ضع كلا، صلى على النبي بقى. احنا قلنا أفكرك بكلا، بقى أفكرك تاني معلش، بتعرب ساعات إيه؟ حسب موقعها في الجملة بعلامة مفردة، وساعات حسب موقعها في الجملة بعلامة مسنة، بعلامة المسنة صح؟ وتعرب توكيد معنوي بعلامات المسنة، انتبه صح؟ وكنا قلنا عليها إيه؟ تحذف وبها ضمير لمؤكدها تبع، وإلا فاعربها حسب ما تقع، تعرب كالمثنى إذا تلاها مضمر، وإلا مثل المفرد لكنها تقدر. ده تذكرة سريعة كده، تعالى اللي هنحطها هنا هنحطها فيها ضمير ويجوز الاستغناء عنها صح؟ ما بقول لي أحطها توكيد معنوي يبقى لازم أحط فيها ضمير، ما عشان تبقى توكيد معنوي لازم يكون فيها ضمير ويجوز الاستغناء عنها. ما هو فعلا أهو هحطها الأب والعم، طب كلاهما ولا كليهما؟ يعني اقول ايه؟ ما هتبقى زي اللي قبلها في الاعراب، يعني هي هتاكد مرفوعه صح؟ يبقى في الحاله دي تيجي بالالف، يعني الاب والعم كلاهما عاد الى قومهما مطمئني النفس، مطمئني طبعا دي حال
فهمنا شباب؟ يبقى كلاهما هتبقى توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الألف، لأن احنا جبناها حسب قاعدة كلا اللي بتقول يكون فيها ضمير ويجوز حذفها وبالتالي تتبع ما قبلها، لأن التوكيد المعنوي ليس له إعراب في ذاته. يبقى أقول كلاهما، لو كانت طبعا هنا مؤنث لو الفتاتان مثلا أقول كلتاهما، وهكذا. دال تعيش في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في الجنة الحقيقية. أي والله صحيح، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أربط بعد شرط الجازمة. أدات شرط الجازمة تذكر إن ومن وما ومهما ومتى وأن وأيان وحيثما وأي وكيفما وإذ ما. أيوة دي أدوات شرط. ببساطة أقولها إن تعش. خلي بالك بقى هنا هنحذف وسط الأجوف، لأن الأجوف وسطه يحذف ويجزم بالسكون. يعني إن تعش، إن تقل، إن تزدد، إن تستطع، أي فعل أجوف وسطه علة عند الجزم يحذف وسطه ويكون مجزوم بإيه يا شباب؟ انتبهوا، بالسكون، حذف وسطه للتخفيف فقط. أقول مجزوم بحذف العلة لما يكون من الآخر، يعني لما أقول تجري أقول إن تجر، أقول تقوى إن تقوى، نشيل الألف ديت، أنا بنطقها كده بس عشان تاخد بالك. يبقى إن إيه؟ ها؟ إن تعش في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ تكن في الجنة الحقيقية. طبعا هنحذف برضه هنا ما هي تكون وتعيش، الاثنين فعلين ايه؟ كل دي فعل اجوف ودي فعل اجوف، فعلان اجوفان، وبالتالي يحذف وسطهما عند الجزم وتكون علامتهما السكون. فانتبهوا، يبقى ان تعش في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم تكن في الجنه الحقيقيه. طبعا انا في ناس كتيره جدا يقول لك فسوف تكون في الجنه الحقيقيه. يا جماعه هو هنا ما طلبش منك ان جواب الشرط يقترن بالفاء، ما هو ساعات جواب الشرط بيجي بالفاء لما يبقى في جملة اسمية طلبية مسبوقة بقد وسوف والسيني وحرف نفي وهي ومن وما، مش كده؟ اسمية طلبية جامدة مسبوقة بقد وسوف والسيني ولن وما، دي تمن أسباب لمجيء الفاء في جواب الشرط. لو سمحت هو طلب منك وقال لك اجعل جواب الشرط مقترن بالفاء، دايما أقول لطلابي ما تعملش حاجة مش مطلوبة عشان ما تغلطش. ما يبقاش بقول لك اعرب البدل وانت مصر تقول نوعه، ما يبقاش يقول لك قول نوعه وانت مصر تعربه، جاوب على قد السؤال لو سمحت. يبقى آخر مرة نقول إن تعش في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم تكن في الجنة الحقيقية. آخر سؤال يا شباب عشان ناخد فصل ونريح شوية، اكشف في معجمك عن كلمة إبطاء. هنجيب الماضي منها عادي أبطأ، ونشيل حرف الزيادة اللي هو الهمزة، يبقى بطأ، يبقى نقول باب الباء فصل الطاء ثم الهمزة. ومن الممكن تكتبها بكل بساطة باء طاء همزة، تكتبها كده الباء الباء والطاء والهمزة. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أبنائي الطلاب انتهينا من الفقرة الحادية والثانية والستين، وإن شاء الرحمن الرحيم ناخد فاصل بسيط وأراكم على خير، وإلى اللقاء، استودعكم الله.